السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب، كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك في الله، أسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين يا رب، آمين يا رب. شيخنا الحبيب، لي سؤال. أنا مهندس وأعمل في السعودية، وكنت نزلت مصر، فتحت حساب في بنك في مصر، حساب جاري بدون فوائد، علشان بس إن أحول عليه المتبقي من مصاريفي هنا في السعودية كوسيلة آمنة للتحويل، ولما أنزل مصر بقى أسحبهم إن شاء الله وأعمل بيهم أي مشروع. وبعد هل هذا التعامل حلال، ولا في ربا، ولا في شيء؟ وهل أدخل في نص الحديث وموكله؟ لا بأس بذلك، لا لا بأس بذلك للحاجة، أنت لا تأكل الربا والحمد لله. جزاكم الله خيرا، وياكم وياكم.